ما تفرحش بناس كتير حواليك، ممكن يكون في اعتقادك ان هم اصحابك لانك بتقابلهم وبتضحكوا مع بعض وتسهروا مع بعض. بس المشكلة مش دي، المشكلة ان اكتر واحد له اصحاب هو اكتر واحد ملوش اصحاب. عندما تغيب عن الانظار مش هتلقى غير اللي منك بس هو اللي بيسأل عليك، وناس ممكن تكون تجاهلتها في يوم من الايام هتلقى البعيد عنك هو اللي بيسأل عنك. هتقعد مع نفسك وهتلقى نفسك بتحلل كل شخصية كنت فاكر ان هو صاحبك، وحط تحت كلمة صاحبك 100 خط. هتعرف اللي عرفك عشان دمك خفيف ومرح، وهتلقى اللي كان يعرفك عشان عندك معارف كتير، وهتلقى اللي يعرفك عشان مصلحته، وحط تحت مصلحته 100 خط. تعددت الأسباب، هتعرف ساعتها أنت إيه إنك طيب وإن ربنا بيحبك، لأن حبب الناس فيك بدون مقابل وبدون مصلحة، وإن قلبك أبيض وإنك واثق في نفسك. لأن الثقة هتولد لك أصدقاء وأصدقاء، بس قبل ما تقول أصحابي خلي الظروف هي اللي تقولك. وطول ما أنت بتحب الخير للناس ربنا سبحانه وتعالى يظهر لك الناس من حواليك. حب الناس بس بلاش تحط ثقتك فيهم كلهم، الكل يعرفك حسب حاجته، بس اهم حاجة ما تكرهش حد وما تحقدش على حد وما تحسدش حد ولا تزعل من حد، ومن حب ربه حب في خلقه. ما تزعلش على اللي عرفتهم لانك هتعرف كتير وكتير وكتير، بس اهم حاجة خلي في مسافة بينك وبينهم، مسافة تسمح لك انك تسامح لما الازمة تتشق، وتلقى نفسك لوحدك. دمتم مترابطين. تحياتي يا حشام.